مع صوت صاروخ على ما يبدو. أصوات المدفعية ثقيلة، مدفعية ثقيلة لحد البعيد، واشتباكات واضحة هنا ما بين قوات الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة. نسمع الآن بوضوح من منطقة شرق النيل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.